نود أسألك أسئلة سريعة. أنا عارف أنك لديك منشغل ولديك الكثير من يعني أهم يعني أهم القادة الذين سيحضرون غدا بعد غد القمة. هناك حديث عن الرئيس السوري سيكون موجودا, هل الرئيس برهان سيكون موجود؟ من القادة الذين سيحضرون غدا بعد غد؟ الحضور القادة هو أمر طبعا سيادي لكل دولة ولكل قائد. ما أستطيع أن أقوله لك هو أنه عدد طيب من القادة سوف يكون حاضرا, والعدد الذي لن يتمكن فلديه أسباب بكل تأكيد. وكما تعودنا القمم العربية الجميع ممثل فيها, والجميع الآن بعودة سوريا الجميع حرفيا ممثل فيها, وبالتالي هي بمستوى من يحضر صحيح, ولكن هي بمضمون ما يتم إقراره, وهذا هو الأهم. طب هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها, الموضوع السوداني, الوضع في الأراضي الفلسطينية, ما يعني ما الذي ستمخض عنه اجتماع القادة أو ما تمخض عنه اجتماع اليوم, مشروعات القرار التي ستخرج حول الوضع في السودان, الوضع في الأراضي الفلسطينية؟ فيما يتعلق بالسودان هناك يعني مشروع قرار مطروح, وهو يتعامل مع الوضع الجديد بكل جوانبه, وساهمت في صياغته طبعا لجنة الاتصال المشكلة من السعودية ومصر في الأساس والأمين العام, وطبعا مع وفد السودان, أنه الوضع في السودان شائك وفيه أمور كثيرة يجب أخذها في الاعتبار. فلسطين مجموعة القرارات التي تطرح على القمة في المعتاد أيضا تم يعني إقرارها تمهيدا لطرحها مع تحديثات. في قرار سوريا أيضا تم اعتماده بتحديثات, ومجموعة قرارات سياسية, ثم مجموعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية, وأيضا هناك قرار بالترحيب بالرياض كمترشح لإكسبو 2030. فيعني أعتقد أنه القرارات تغطي مختلف مجالات العمل العربي المشترك. لدي سؤال أحمد لو إن شاء الله تشكل مخرجات لقمة ناجحة. طب لدى زميلي محمود سؤال. نعم أحمد بغاتو, عندي سؤال لسعادة السفير, بلغوا تحياتنا جميعا, اللي هو قرار تعليق عضوية سوريا. قرار تعليق عضوية سوريا كان ضمن ميثاق الجامعة العربية بالإجماع, كيف كانت العودة؟ وهل فعلا ميثاق الجامعة يتطلب الإجماع في العودة كما كان في التعليق؟ طيب زميلنا محمود يسأل سيادتكم, يعني قرار تعليق جامعة سوريا في جامعة الدول العربية كان بالإجماع, فهل العودة أيضا كانت بالإجماع, أو كيف تمت هذه العودة؟ هو طبعا العودة تمت في قرار مجلس الوزاري يوم 7 مايو, وهذا لأنه القرار الذي اتخذ بتعليق المشاركة كان بقرار مجلس وزاري أيضا, فلما رفع كان رفع بقرار مجلس وزاري, وبالتالي القمة كل ما ستفعله في هذه النقطة تحديدا وأنها سترحب بعودة سوريا, ولكن القرار اتخذ على مستوى وزراء الخارجية منذ أسبوع, وبالتالي احنا الآن بصدد يعني مرحلة جديدة في التعامل مع الوفود السورية طبعا لإعادة تطبيع وضع سوريا في كافة الاجتماعات التي تعقدها والأنشطة التي تعقدها الجامعة. السؤال الأخير على ذكر سوريا, إعادة الإعمار وعودة اللاجئين, ما الدور الذي ستقوم به جامعة الدول العربية والدول العربية بصفة عامة لإعادة إعمار سوريا, عودة اللاجئين الذين يقدمون بالملايين مرة أخرى إلى بلدهم؟ موضوع عودة اللاجئين موضوع معقد وله أبعاد كثيرة. الجانب الحكومي السوري قدم بعض التوضيحات للجنة المعنية وتفاهمات في هذا الشأن, في رغبة في أنه يكون في يعني محاولة في البداية لجس النبض والأجواء
حتى يمكن يعني فتح المجال أمام هذا الموضوع. موضوع إعادة الإعمار موضوع فيه تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات المفروضة أمريكيا وأوروبيا، ورفع هذه العقوبات لن يكون أمرا سهلا. طبعا يحتاج الأمر إلى قدر من التدبر و يعني الاتصالات، نشوف أين تذهب هذه المسألة، لكنها هي مسألة صعبة. أحمد لدينا سؤال. الجلسة المغلقة ستعودون لا خلاص العمل انتهى بإقرار القرارات، وكان في غداء للسادة الوزراء، وبالتالي اللقاء هو القادم هو في يوم الجمعة في افتتاح القمة إن شاء الله. يعني انتهى الاجتماع. نعم. طيب أحمد نعم. سؤال أخير من الزميل محمود. نعم من سعادة السفير بلغوا تحياتي شخصيا محمود الورواري. سعادة السفير لدينا سؤال يتعلق الأمين العام للجامعة العربية قال المبادرة العربية التي أقرت في سنة 2002 في بيروت هي المرجعية الأساسية. هل سيتم تطوير هذه المبادرة سعادة السفير من الدولة التي طرحتها المملكة العربية السعودية، لأنه ما طرح في 2002 ربما لا يكون مناسبا ل 2023؟ المبادرة نعم محمود الورواري زميلنا يبلغ تحياته، هو يتحدث عن المبادرة العربية التي طرحت قبل ذلك. هل يعني البعض يتحدث أنها لم تعد مناسبة، هل سيطرأ عليها تغيير بعدما تغيرت أوضاع بصورة كبيرة؟ تحكي عن المبادرة العربية للسلام؟ نعم مع إسرائيل؟ نعم. لا، المبادرة لم يطرأ عليها أي تغيير، المبادرة كما هي، بل إن هناك جهد سعودي أوروبي والأمين العام للجامعة العربية ثلاثي لكي يعاد التأكيد على كافة مفاهيم المبادرة وعلى ترتيب المبادرة، باعتبار أن ترتيبها واضح في مسألة أنه الأول هو الانسحاب، ثم يأتي بعد ذلك يعني إقامة العلاقات وتطبيعها مع إسرائيل. فالحقيقة المبادرة كما هي ولم يحدث تغيير عليها، ولا نتوقع أنه يحدث تغيير عليها في أي وقت في المستقبل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.